أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مقاصد الشريعة الإسلامية وبيان معاني ومفردات وتركيب واردة في الحديث الشريف. يعد حفظ الدين من مقاصد الشريعة الضرورية الكبرى لأنه ينظم علاقة الإنسان بنفسه وبربه وبالآخرين. وقد وضع الإسلام مبادئ وأحكام عدة تهدف إلى الحفاظ على الدين. إذا مقاصد الشريعة الإسلامية منها حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. مفهوم حفظ الدين عزيزي الطالب، لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل والضياع، والمسلمون المطالبون بتطبيق مبادئ الدين وإقامة أحكامه. حفظ الدين هو تعظيم شعائره والعمل بأركانه وإقامة أحكامه والدعوة إليه والدفاع عنه ورد ما يثار حوله من شبهات. أهمية الدين في حياة الفرد. إن الدين ذو أهمية عظيمة للأفراد والمجتمعات، ذلك أن الدين سبب سعادة الإنسان في الدنيا ونجاته في الآخرة. يلبي حاجة الإنسان الفطرية للتدين، يقوي في نفس الإنسان الجانب الأخلاقي ومعاني الخير والفضيلة، وبذلك يسود الأمن والاستقرار في المجتمعات. المبادئ والأحكام التي جاء بها الإسلام لحفظ الدين: وجوب التصديق بأركان الإيمان، وجوب التزام أداء العبادات، الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتحريم كل ما يناقض الدين من أقوال وأفعال. وجوب التصديق بأركان الإيمان، ووجوب التزام العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات، الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ورد الشبهات التي تثار حوله، وذلك بالحجة والدليل والحوار والإقناع بالأسلوب الحسن. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم شعائر الإسلام وواجباته، إذ يؤدي إلى استقامة الناس على أحكام الدين. لذا وصف الله تعالى الأمة المسلمة بأنها خير الأمم إذ قامت بهذا الواجب العظيم. تحريم كل ما يناقض الدين من أقوال وأفعال. قد حرم الإسلام الخرافات والمعتقدات الباطلة والأفكار المنحرفة الهدامة، وحرم نشر الرذيلة والإلحاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. النهي عن الغلو والتشدد في الدين. أمر الإسلام بالاعتدال والوسطية، ونهى عن التشدد والغلو في الدين أو تساهل في تنفيذ أوامره وواجباته، إذ إن ذلك يشوه صورة الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين ويؤدي انصراف الناس عنه ونفورهم منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم. الغلو والتشدد هو مطالبة الناس بما لا يطيقون والزامهم ما لا يلزمهم به الشرع. شرع الإسلام الجهاد حماية للدين والدفاع عنه، ولرد العدوان على البلاد الإسلامية وحماية النفوس، وليس للسيطرة والاستعلاء والعدوان. لذا فإن إعلان الجهاد يكون بأمر من رئيس الدولة فقط، وليس الأفراد أن يمارسوه بلا ضابط. حفظ اللسان. من صفات المؤمن أنه يقول خيرا وكلاما طيبا، أو يصمت ويحفظ لسانه عن قول السوء في الجد والهزل والرضا والغضب، فلا يلعن ولا يسب ولا يقول قولا بريئا. الطعن الذي يتهم الناس بالباطل، اللعن الذي يكثر اللعن، الفاحش البريء الذي يتلفظ بالقبيح من الكلام. منزلته عبد الله بن مسعود، هو من كان من أكابر صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقربهم إليه. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل من في الميزان يوم القيامة من أحد. إسلامه من السابقين للإسلام، فقد كان سادس من أسلم. من مناقبه كان أول من جهر بقراءة القرآن في مكة، ومن أفقه الصحابة وعلمهم، وقد عرف بحسن تلاوته للقرآن. من نعم الله تعالى سبحانه وتعالى الإنسان أن خلق له الإنسان وميزه بالقدرة على الكلام، وأوجب عليه أن يستخدم لسانه في قول الخير والمعروف. لذا على المسلم أن يتحلى بعفة اللسان وحفظه عن قول السوء، فليس من صفات المؤمن القدح ولا الشتم واللعن ولا الطعن في أعراض الناس أو استنتاج أشكالهم وهيئاتهم وأنسابهم، لأنه يسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. موضوع مفهوم حفظ اللسان: أن يصون المرء لسانه عن قول السوء كالكذب والغيبة والنميمة والشتم وسب الذات الإلهية وقول الزور والوقوع في أعراض الناس وغير ذلك مما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. من آفات اللسان التي نهى عنها الحديث: الطعن، اللعن، الفحش، الوقوع في أعراض الناس باتهامهم بما ليس فيهم، الدعاء على الآخرين بالطرف من رحمة الله، التعبير عن الأمور المستقبحة عفواً بالألفاظ الصريحة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعالى.